بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، المباراه ديال اليوم كانت نهايه ديال الموسم اللي كان صعيب صراحه للفريق ديال التماره. الحمد لله الامور دازت بخير وعلى خير، رجعنا للفريق المكان ديال الطبيعيه. كنبغي نشكر جميع المكونات ديال الفريق لان داروا مجهود كبير هذه السنه، والحمد لله اليوم تكلت بالنجاح ان الفريق رجع للمكان ديالو اللي كيستحق، وكنظن منه مستحق لان في العام اللي درناه والسنه كامله اللي يعني اللاعبين داروا فيها مجهود كبير، كنظن بان كنستحقوا. اهم شيء هو حقنا الرتبه الاولى لان كنا كنطمحوا ليها نديروا الصعود، ولكن في نفس الوقت نحتلوا الرتبه الاولى نديو الشامبيون ديال الهوات. الحمد لله الفريق قام بمجهود كبير، دازوا جوج مدربين فريق، سي حسين اوشلا اللي جمع الفريق، وسي بوطير اللي دار عمل كبير منذ القدوم ديالو. الحمد لله هذا التوفيق ديال الله عز وجل. الحمد لله نتمنى ان شاء الله ان البدايه ديال العمل تبدا من دابا باش السنه المقبله يكون الفريق في مستوى كبير. الحمد لله مبتغى تحقق هو الرجوع فريق وداد التماره للمكانه الاصليه ديالو. هذا الشيء جاب مجهودات ديال اللاعبين، الطاقم التقني والاداري، وما نساوش حامل الامتعه وكل جنود الخفاء اللي سهروا على الرجوع ديال وداد التماره للقسم الثاني. الحمد لله لعابه ولاد الناس مربيين، كان جروب عناصر مجربه مثل النخلي عبد السلام، ياسين الكحل مع بركه وحموده مع اللاعبين الشباب. الحمد لله حقنا المبتغى اللي هو رجعوا الفريق للمكانه الاصليه ديالو. هذا الشيء كيفرح، كنهديو الصعود للمدينه ديال تماره وجميع الساكنه اللي حدا تماره اللي فرحناهم. كنقول لهم ان شاء الله الموسم القادم باش يجيو يساندوا ولاد تماره ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. والحمد لله مره اخرى كنشكر اللعابه والجمهور اللي جا ساند. كنبغي نشكر جميع مسؤولين مدينه تماره اللي حققوا الصعود اللي ما جاش بالسهل. كان موسم شاق، كان بدايه العام كان اوبجيكتيف هو الصعود القسم الوطني الثاني اللي هو المكان الاصلي للفريق، والحمد لله تاثرنا ذلك بداك الشيء بالعمل طيله السنه. وكنبغي نشكر الزملاء ديالي، ستاف تكنيك، ستاف ميديكال، كنبغي نشكر جميع اللي ساند في الصعود والحمد لله. نبغي نهديو هذا الفوز لسكان مدينه تماره وجميع اللاعبين اللي تقاتلوا على هذا الصعود. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.